هذه اللقطة جعلت الملايين يحب ليونيل ميسي، لحظات تستحق الكثير من الاحترام في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم نحن لم نعجب كثيرا بالأهداف والانتصارات، بل أعجبنا أكثر بالروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين. وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض من تلك اللحظات التي تستحق الكثير من الاحترام في عالم كرة القدم. لنبدأ. لا شيء في العالم يمكن أن يضاهي فرحة الأطفال، فكيف بمن يصنعها؟ هذه الطفلة الصغيرة من مشجعي توتنهام تشير إلى اللاعب أثناء الإحماء ليقوم الأخير برد السلام عليها. فركزوا على ردة فعلها وجمالها وكيف هي سعيدة بسبب ترحيب اللاعب بها. بينما كان لاعب بروسيا دورتموند يقوم بهذا اللقاء الصحفي، أتى هذا الطفل الصغير من المعجبين ليطلب التيشيرت الخاص به، لكن حراس الأمن قاموا بإمساك الطفل لإخراجه، وهذا الأمر لم يعجب اللاعب ليذهب إليه ويقوم بمراضاته حتى لا يكون قد أضاع مجهوده سدى للوصول إليه. فتابعوا هذه الصورة التذكارية التي حظي بها. أثناء خروج ليونيل ميسي من الملعب لحق به هذا المشجع الصغير ليأخذ التذكارا، لكن الأمن منعه ليقوم ميسي بإيقافهم وجعل هذا الطفل يحظى بصورة تذكارية لن ينساها أبدا. حسنا، يبدو أن الصورة كانت جميلة جدا كما تشاهدون. أثناء مباراة المنتخب البرتغالي وقبل بدايتها، دخل هذا المشجع ووصل إلى كريستيانو رونالدو ليحظى بصورة تذكارية معه، ورونالدو قبل الأمر منه كما ترون أمامكم، ليقوم المشجع باحتضانه. وليس هذا فقط، بل وأخذ صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب البرتغالي ليكون حقيقة هذا اليوم أسعد يوم في حياة هذا الشاب. تابعوا رونالدو وكيف بروح مرحة يستقبل هذا المشجع كما تشاهدون. في كرة القدم النسائية تابعوا هذه الطفلة الصغيرة وكيف كانت تنتظر لاعبتها المفضلة لتصل إليها، وهو ما كان بالفعل، حيث يمكنكم أن تشاهدوا مدى سعادة هذه الطفلة بعد أن التقت بلاعبتها المفضلة لتأخذ منها تذكارا وهو حذاؤها الخاص. فركزوا على ردة فعل الطفلة وكيف كانت سعيدة جدا ومنبهرة بهذه الهدية التذكارية التي لن تنسى. ما ترونه أمامكم هو حفل أو وداعية اللاعب دروغبا، والذي انتهى عقده أو انتهت فترته مع فريق تشيلسي. فتابعوا كمية التصفيق والتشجيع من الجماهير التي تحب هذا اللاعب والذي جلب المجد لتشيلسي، وخصوصا دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ ومن يتذكر. وهنا عند خروجه صفق له رئيس النادي واحتضن جوزيه مورينيو في آخر لحظاته. هنا في هذه الأكاديمية وبعد أن فاز هذا الطفل الصغير في هذه البطولة، أتى إليه جاكي جليريش خصيصا لتهنئته بهذا الفوز، ليطلب هذا الطفل من جاكي جليريش طلبا غريبا، وهو أن يقوم بالاحتفال بطريقة معينة إذا قام بتسجيل هدف، وهي هذه الرقصة كما ترون. حسنا، ويبدو أن جليريش وفى بوعده، إذ أنه في نهائيات كأس العالم قطر وصلت الكرة بتمريرة رائعة إليه ليضع الكرة في الشباك هدفا، ويذهب ليحتفل بنفس الطريقة التي طلبها منه الطفل. وليس هذا فقط، بل أعاد جاك جليريش الاتصال بالطفل مجددا حتى يخبره بأنه احتفل بالهدف بالطريقة التي أراد. وهنا يمكنكم أن تتابعوا المكالمة بينه وبين الطفل الصغير. سجل لاعب المنتخب الهولندي هدفا ولا أروع برأسية مميزة من هذا اللاعب، والذي ترك كل احتفالات كرة القدم وذهب ليوصل رسالة مع زميله دي يونغ أنه لا فرق بين لاعب أبيض وأسود في عالم كرة القدم، وهي رسالة رائعة ومميزة
تحث على السلام والمحبة بين الناس. في مبادرة رائعة قام بها لاعبو فولهام إذ دخلوا مع هؤلاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أنهم من الأشخاص الصم، وبهذا الشكل دخلوا يرتدون هذه السماعات المخصصة للإشارة أن هؤلاء الأشخاص من الصم. إنها مبادرة استثنائية لإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأشخاص. في هذه المباراة للمنتخب البرتغالي قاطع هذين الشخصين من المشجعين المباراة ودخلوا للسلام على كريستيانو رونالدو، ومنهم هذا الشخص الذي كان فرحا جدا، بينما زميله الآخر قام باحتضان كريستيانو رونالدو والأمن قام بإخراجهم جميعا. جامع الكرة هذا كان يحاول إخراج هذه الكرة، فركزوا كيف تعرقل بها وسقط على الأرض ليترك اللاعب رمية التماس ويذهب ويطمئن عليه بسبب وقوعه بهذه الطريقة. اللاعب نيمار متواضع جدا، إذ بعد أن خرج من هذه المباراة قام بقلع الحذاء الخاص به وإهدائه كهدية تذكارية لأحد المشجعين كما تشاهدون. ويأتي شخص آخر ويأخذ صورا تذكارية مع اللاعب نيمار كما ترون. بهذه اللقطة حاول اللاعب الوصول إلى الكرة لكنه فشل فسددها خارج الملعب، ولكنه تعرقل بهذه الكاميرا وأسقطها بهذا الشكل على الأرض، ولم يعتذر حتى من هذه المراسلة أو المصورة. يقوم هذا اللاعب بتعديل الكاميرا معها بهذا الشكل بلحظة احترام رائعة جدا. دخل هذا الطائر إلى أرضية الملعب والذي يبدو مصابا، ليقوم اللاعب بروح رائعة بإخراج الطائر خارج الملعب تماما، وذلك حتى لا يتأذى بسبب الكرة وأقدام اللاعبين. هذا ما يحدث عند التقاء الأصدقاء. يمكنكم أن تتابعوا لاعب بروسيا دورتموند وهذا اللاعب كيف يسلمان على بعضهما البعض بشوق شديد وكأنهما لم يرى بعضهما منذ زمن. الصداقة لا تموت بالانتقال إلى فريقين غريمين. في هذه اللقطة دخل ليونيل ميسي مع هذه الطفلة الصغيرة إلى أرضية الملعب، ويبدو أن الطفلة سعيدة جدا لأنها تدخل مع أحد أفضل اللاعبين في العالم، فأخذت تبكي وهي واقفة أمام ليونيل ميسي الذي أخذ يقوم بمراضاتها والتهدئة من روعها حتى لا تفسد على نفسها هذه اللقطة. وقام ميسي بعد ذلك بإعطائها توقيعا خاص على التيشيرت الخاص بها كما تشاهدون. لنستمتع باللاعب نيمار وكيف يقوم بالرقص مع مشجعي النصر بهذه الطريقة. ويبدو أن هذين المشجعين يحبان نيمار جدا ويقومان بتقليد حركاته واحتفالاته تماما. كريستيانو رونالدو مع زملائه على هذه العجلات يتمرنون للإحماء، وتابعوا هنا اليوتيوبر سبيد وكيف يقوم بمحاولة الوصول إلى كريستيانو رونالدو الذي قام في النهاية بجعل اللاعب سبيد يحظى بيوم سعيد بعد أن قام كريستيانو بمحادثته والمزاح معه أيضا. في هذه المباراة للمنتخب الإيراني كانت هذه اللاعبة محجبة فانقض عليها لاعبات الخصم، وبهذا الشكل أفلت الحجاب. ولتعديله كانت الكاميرا واقفة لترصد الخبر، فقامت لاعبات الخصم بتغطية اللاعبة بهذا الشكل حتى لا تأتي عدسة الكاميرا عليها أثناء عملية إصلاحها لهذا الحجاب. لنستمتع معا بمشجعة مانشستر سيتي الصغيرة هذه والتي حظيت بتوقيع من اللاعب إيدرسون، وتابعوا شكلها اللطيف للغاية ووقوفها بهذا الشكل. هذا هو جمال المشجعين الصغار. حظي هذا الطفل الصغير من مشجعي النصر بيوم استثنائي بعد مقابلته لكريستيانو رونالدو، فتابعوا مدى السعادة المرسومة على وجهه. لنأخذ رحلة مع هذا الطفل الصغير والذي حظي بأحد أجمل الأيام في حياته مع لاعب تشيلسي، ويبدو أنه أحد أقوى المشجعين. وهنا تابعوا حركاته وماذا يفعل مع اللاعب الأرجنتيني، وبهذا الشكل يمازحه كما ترون. يبدو أن هذا الطفل لن ينسى هذا اليوم بقية حياته.
لن تشاهد أقوى من فرحة هؤلاء الأطفال الذين أخذوا صورا تذكارية مع اللاعب ليونيل ميسي، فيمكنكم أن تتابعوا ردة فعلهم بعد هذه الصور. هذا الحارس كان ينتظر، وفي آخر دقيقة من المباراة وضع الكرة على الأرض ولم ينتبه إلى اللاعب الذي كان بالخلف ليقوم الأخير بالوصول إلى الكرة وتمريرها إلى زميله فيودعها الأخير في الشباك. الأمر كان صعبا لأن الحارس تسبب بهزيمة فريقه في آخر دقيقة من المباراة حرفيا، فتابعوا دموعه وهنا اللاعبون بلحظات احترام رائعة أتوا لمواساته بهذا الشكل. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.